أجمل الصباحات عليكم مشاهدينا الكرام وين ما تكونون، إن شاء الله يومكم جميل وبهذه الأجواء، خاصة بعد تغيير الأجواء ودخول لمسات البرد في أجواء العراق. نتمنى لكم أيام جميلة وأيام ممتعة في هذه الأوقات. بلشنا برحلتنا الصباحية لساعة ونص من المواضيع المختلفة والمتنوعة ما بين المواضيع اللي صحية والرياضية وبقية الأمور. خليكم ويانا بساعة ونص من صباحكم. يعني ها هي اليوم شتاء؟ شتاء بعد خلاص. أنا دا أكبر بعدني وما أريد أستوعب الموضوع. أنت أصلاً بلشتي بالشتاء قبل أيام. بسبب الألوان؟ أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا، يسعد صباحكم، أتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة مع هذا الطقس الحلو، والبداية راح تكون من عندكم خبر. أول أخبارنا لهذا اليوم من ملف السكن، إذ تعهدت وزارة العمارة والإسكان بأنها وضعت خطة استراتيجية ستسهم بتقليص فجوة السكن في العراق إلى النصف خلال السنوات الخمس المقبلة وصولا إلى العام 2030. وأوضحت عجبني الموضوع مال السكن. تعجب. وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن المدن السكنية الخمس التي تم الإعلان عنها في أوقات سابقة، بالإضافة إلى مدن أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرة إلى أن بناء المدن السكنية سيستمر على مدار 15 عاما كونها الحل الجذري للأزمة، فضلا عن أن التعداد السكاني سيساعد أيضا في معرفة عدد الوحدات السكنية المشغولة من قبل المواطنين وعدد العشوائيات. طبعا بعد التعداد المفروض يبين أكو ناس، يعني مثلا أكو شخص عنده فد 40 بيت يجوز، وأكو شخص أكو أشخاص ما عندهم متر أساساً، راح تبين هاي بعدين إذا كان أكو دقة بهذه التفاصيل، وإذا كانوا هذول الأشخاص مسجلين العقار بأسمائهم، أحياناً ما يسجلون باسمهم يحولوها بأسماء أخرى. في ملف الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء عن تراجع إمدادات الغاز المورد من إيران إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، بعدما كان من المفترض أن يكون التجهيز 40 مليون متر مكعب خلال الشهر الحالي، فيما بينت أن ذلك تسبب بخسارة 7000 ميجاوات من الإنتاج. وأضافت الوزارة أن تراجع الإمدادات قلص حجم إنتاج الطاقة في محطة بسمايا من 45 ألف ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، فيما توقفت محطة الصدر الغازية والتي كانت تولد 500 ميجاوات بسبب قلة الواردات، وذلك أيضا توقفت محطة المنصورية التي تمنح بغداد وديالة 750 ميجاوات وإنتاجهما اليوم صفر، موضحة أن المحطات الثلاثة تعتمد على الغاز المستورد. في سياق آخر، أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن خطة لإنشاء عدد كبير من مراكز معالجة السرطان للكشف المبكر حتى داخل المؤسسات الصحية، فيما أكدت أن المحافظات المنتجة للنفط يكون فيها مرضى سرطان أكثر. وتابعت اللجنة أن تعديل قانون مجلس السرطان مهم جدا لعدم وجود إحصائيات دقيقة لدى القطاعات المعنية، وآخر إحصائية كانت عام 2022 لوجود صعوبات للذهاب إلى المناطق النائية للكشف عن المصابين بالسرطان لقلة الإمكانيات بحسب وزارة الصحة، مبينة أن الفحص المبكر يجب أن يفعل ومهم جدا لمعرفة حالة المريض قبل تفاقم حالته. في الشأن الصحي أيضا، أشارت لجنة البيئة النيابية إلى ارتفاع عدد المواقع المغلقة لصهر المعادن التي تسمى الكور في العاصمة إلى 150 موقع، وذلك بعد اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تلوث البيئي الذي
أثر في صحة المواطنين. وبينت اللجنة أن هناك تنسيقا مكثفا مع القيادات الأمنية للسيطرة على بعض المواقع التي يتم فيها حرق النفايات والتمر الصحي، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بهذا التلوث هي النهروان، التاجي، النباعي، وأيضا معسكر الرشيد، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على الظواهر التي تضر البيئة والصحة العامة. مشاهدينا، إلى نشرة الطقس رح نتابع. مشاهدينا، من الطقس إلى حركة المرور في شوارع العاصمة لهذا اليوم. تقرع كنيسة أم المعونة في مدينة الموصل أجراسها وتستقبل المصلين للمرة الأولى منذ العام 2014 بعد أن طالها التدمير بسبب تنظيم داعش الإرهابي. افتتحت الكنيسة مؤخرا بعد إعادة إعمارها وتأهيلها. الكنيسة الكلدانية يعود تاريخ بنائها إلى العام 1944. تفاصيل أكثر عنها راح نتابعها بهذا التقرير. حقيقة اليوم هو يوم مفرح جدا لنا ولمدينة الموصل، لأن قرعت أجراس الكنيسة لأول مرة بعد تدميرها على يد الإرهاب داعش، أكيد اللي ما فرق بين جامع وكنيسة وبين مزار وبين مصلى، كل تأذى منه، لأن نعرف بأن داعش ما عنده دين، ما عنده حدود، وهو ضد البشرية والإنسانية. ولذلك اليوم هل تضامن الموجود بين أهالي الموصل حقيقة جعل من الموصل أن تنهض من جديد وكنائسة رجعت. فهذا الناقوس اللي سمعتم صوته يرن اليوم وتقرع هذه الأجراس هي علامة فرح وعلامة محبة وإخاء. هذا طبعا سرق هو والأجراس الأخرى، وعندنا أكثر من 35 كنيسة في الموصل ومقدة وأكثر في سهل نينوى كلها سرقت. فاليوم هاي إحدى الأجراس اللي عادت، مثل أيضا مجرسة مارتومة وغيرها، أيضا كنيسة مار بولس. احنا فرحانين كثير لان احنا اصلا من الموصل، فالموصل متعودين عليها مدينه التآخي والسلام، كنا نعيش كلتنا مع بعض. اليوم الفرحه ما تنوصف. اليوم اول مره راح ينقرع لنا يدق الناقوس هنا، فنشكر الله دائما، ويا ريت على طول كل الكنائس هيك يصير بها. Thank you.
يعني احنا هذه الاخبار اللي ناخذها دائما من الموصل الحبيبه دائما تخلينا مبتهجين، واحنا بانتظار باقي مراحل الاعمار لكل المؤسسات او الاماكن اللي حاليا يتم تاهيلها. مشاهدينا احنا باقين ومكملين، فاصل نرجع لكم. أهلا بكم مشاهدينا، أيام قليلة جدا تفصلنا عن بدء فصل الشتاء، أو ربما هو بدء أساسا يعني حاليا ممكن صار ليوم أو يومين. وزارة الصحة استنفرت جميع عامليها وهيئت جهودها لتعميم لقاح الإنفلونزا الموسمية لضمان السلامة العامة والحد من تفاقم أعراضها، خاصة على الأطفال وكبار السن والنساء وحتى الحوامل. احمي ناسك وابدأ بنفسك، هو عنوان الحملة التوعوية بأهمية الالتزام بالوقاية الصحية وأخذ اللقاح. تفاصيل وافية في هذه الفقرة. حملات لقاح دورية ومكثفة نظمتها وزارة الصحة في عموم محافظات البلاد لمنع تفشي أمراض الإنفلونزا والحصبة وشلل الأطفال وغيرها، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ في انخفاض نسب وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات، والحملة شملت لقاحات الأطفال في المدارس. وتفاصيل هذه الحملة ومعلومات أكثر عنها راح نعرفها مع ضيفتنا الدكتورة سوزان سلام محمد، مختصة في التحصين بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك دكتورة. يسعد صباحك. أهلا بيك. احنا يعني نريد نعرف شنو الجديد بهذه الحملة. نعم. عن الحملات السابقة اللي ممكن صارت. نعم. وشنو التغييرات اللي موجودة؟ حقيقة موضوع اللقاحات هو مو موضوع جديد بالعراق، موضوع اللقاحات هو موضوع قديم. برنامج اللقاحات بدأ بالعراق من عام 1985، يعني موضوع قديم، لكن حقيقة الموضوع اللي حاليا هو قيد النقاش، هو موضوع مو قيد النقاش وإنما هو قيد النظر، أو أنه العالم مترقبة إلى، هو موضوع لقاح الإنفلونزا. لقاح الإنفلونزا لسبب معين، لسبب أنه إحنا حاليا في موسم الخريف، هو موسم إعطاء لقاح الإنفلونزا. حقيقة لقاح الإنفلونزا ينطي في موسم الخريف وفق مستجدات الوضع الوبائي اللي موجود في البلد. يعني مثلا احنا مقبلين على فصل الشتاء، فصل الشتاء هو فصل الامراض، فصل الاصابه بالانفلونزا، فحقيقه تكون وزاره الصحه تسوي جهود مسبوقه حتى نحد او نقلل من حالات الانفلونزا، فتبدي حملات الانفلونزا في هذا الفصل، في فصل الخريف، يعني تقريبا بشهر نهايه العاشر او 11 تبدي بلقاحات الانفلونزا تتوزع ياخذوها المواطنين، يعني تحضيرا لموسم الشتاء اللي قادم. فيما يخص موضوع اللقاحات، مثل ما بينت لحضراتكم، احنا وزاره الصحه مستمره دائما في الحملات التلقيحيه. عندكم اكيد احنا كنا ضمنها قناتكم، كنا مواكبين في حملات الحصبه اللي صارت في نهايه شهر الرابع قبل كم شهر، اللي تخص لقاح الحصبه واللي شملت المدارس الموجوده في العراق كافه. حقيقه وصلت عدد الاطفال اللي تلقحوا بلقاح الحصبه بحدود 7 ملايين، شويه اقل من 7 ملايين طفل. حقيقه كان انجاز مميز لوزاره الصحه، كون الحصبه مثل صار بها خلينا نقول انتشار او زادت معدلات الإصابة فيها، فارتأت وزارة الصحة أنه نسوي حملة الحصبة. حملة الحصبة تقريبا غطت بحدود 7 ملايين طفل، كانت نتائجها نتائج جدا ملحوظة، وكانت بها تعاون جدا فعال بين وزارة الصحة وكذلك وزارة التربية، وكانت نتائج جيدة. حاليا احنا اللي عرفنا أنه أكو لقاحات للبالغين اللي هي تخص الإنفلونزا. نعم. ولقاحات الأطفال أيضا المعروف. نعم. أنه لقاحات الأطفال أساسا هي ما تكون موسمية، هي. نعم. تكون مستمرة ودورية. كلش صحيح، كلش صحيح اللي حضرتك تفضلتي بيه. حقيقة اللقاحات اللي احنا اديها بالعراق هي ما يعرف عندنا، تعرفها اغلبية مواطنينا واغلبية اطفالنا ماخذيها، هي لقاحات الاطفال الروتينية. هذه الجانب اللي يتناول لقاحات الاطفال الروتينية، وعندنا جانب اخر اللي هي لقاحات اللي الكبار اللي حضرتك تفضلت فيها، يتناول الكبار وكذلك يتناول النساء الحوامل بافرعها. اللقاحات الاطفال الروتينية هي اللقاحات اللي ياخذوها من
بداية ولادتهم إلى حد العمر ما قبل دخول المدرسة، تتناول سلسلة لقاحات بحدود 8 زيارات يزورون بها المركز الصحي حتى تكمل سلسلة لقاحاتهم. هذه اللقاحات تحمي من جزء كبير من الأمراض الانتقالية، بضمنها أيضا مرض الإنفلونزا اللي حضراتكم تكلمتوا عنه. هذه تكون في فترة ما قبل المدرسة. بعد فترة المدرسة نبدي وياها سلسلة لقاحات، تبدي لقاحات مختلفة. احنا اللي عندنا اياها بالعراق عندنا لقاحات مال كبار السن، عندنا ايضا لقاح الإنفلونزا الخاص بالكبار، وكذلك عندنا لقاحات الحوامل، ثنائي الكبار الخاص بالحوامل، وكذلك مجموعة لقاحات ثانية. هذه كلها احنا وزارة الصحة بجهود مستمرة توفر هذه اللقاحات، تكون متوفرة موجودة على مدار السنة. انتم مسوين حملة اسمها احمي نفسك. نعم. شنو تفاصيل هذه الحملة؟ يا ريت نعرف انه هي هاي الحملة اعلانية ايضا تصير على هيجي امراض وهيجي تفاصيل. طبعا اللقاحات اللي موجودة بالعراق هي بكل فوائدها، وحتى توصل رسالة اللقاحات بشكل واضح أكيد حيكون تعاون بين وزارة الصحة وبين الجانب الإعلامي من جنابكم. وزارة الصحة بالإضافة إلى الجانب الإعلامي اللي ويا قنوات حضراتكم أيضا يكون بالتعاون مع تعزيز الصحة الموجود في الوزارة لنشر اللقاحات ولنشر نقول رسائل اللقاحات. اللقاحات تتكلم عنها هنا أيضا يتناول لقاح موضوع لقاح الإنفلونزا، وكيف إنه أخذها في هذا الوقت من السنة هو موضوع أساسي. كون تعرف مثل ما تعرفون الموسم اللي جاي هو موسم الإنفلونزا، فبدت وزارة الصحة في جهودها بإطلاق الرسائل الصحية وكذلك بتوعية الناس عن أهمية هذه اللقاحات وأهمية أخذها في هذه الفترة من يعني في الفترة الخريفية هذه، حتى يكون منا لحد ما يجي الشتاء هو يكون شغال وينطي مفعوله. والحمد لله يعني أوكي الاستجابة أكو جيدة من الناس، أكيد الاستجابة تكون أحسن مع تضافر جهود. يعني هو اللي يأخذ هذا اللقاح مال الإنفلونزا ما يصير بيه إنفلونزا هذا؟ اللي بياخذ احنا حتى نكون يعني تكون صورة واضحة للناس والناس تشوف مصداقية، هو لقاح الإنفلونزا يعني من تاخذه انت يعطيك حماية لمرض الإنفلونزا. اذا انصابت بالإنفلونزا ممكن تنصاب، لكن تنصاب بشكل خفيف، مو هاي اللي توقع بيها انت 4-5 أيام بالفراش ما تقدر تتحرك. لا، حتى اذا اخذتها في حالة اذا اخذتها راح تاخذها بشكل بسيط، شغلت يوم او حتى مو يومين يعني، شغلت سخونة بسيطة وتقوم من عندها، مو مثل ما انت ما ماخذ اللقاح تكون الإنفلونزا لا قوية. ما بيها سايد افكت؟ نجي على الآثار الجانبية. الآثار الجانبية الحقيقة هواية يسألون عنها، لكن إحنا حتى نكون واقعيين، الآثار الجانبية الموجودة هي آثار جانبية بسيطة ومقبولة. يعني أنت إذا مقابل إنه صارت عندك ألم قليل بإيدك أو صفر، هذا مو آثار، هاي بسيطة. أي هي هاي؟ لا قصد يعني بيها تأثيرات أخرى. آثار جانبية أنت تقول عليها شديدة وشيء. تعرفين هذه بالسوشيال ميديا يطلع الحكي. أكيد مو إحنا هنا يجي دورنا بتوعية المواطنين. أنت مقابل حماية أنت من الإنفلونزا ومن أنت تقعد في أسبوع بالبيت ومن حياتك وقفت، شغلك وقفت، طلاب دراستهم وقفت، مقابل انه انت تاخذ سخونه فد شوي فد الم بسيط باليد مقابل سخونه فد بالزايد يوم فد سخونه بسيطه وانت تقدر تمارس حياتك اليوميه، يعني مو سخونه اللي هاي اللي تهد وتوقع، فد شيء بسيط. فانت لما تقارن الاثار الجانبيه ويا الفائده اللي انت اخذتها من اللقاح لا يقارن. يعني انت اذا تاخذ اي دواء تاخذ الباراسيتول ممكن تصير عندك يعني سايد افكت، لكن انت بمقابلة اللقاحات راح يحميك من مرض انت ممكن تصير للاطفال على صعيد الإنفلونزا. أطفال سويتوا؟ نعم. للأطفال؟ طبعاً يقدزك الإنفلونزا. إي طبعاً موجود ضمن الجدول اللقاحات الروتينية. بالمدارس بالهذا المسار؟ لا المدارس كانت مو إحنا قلت لك اللقاحات هي مو إحنا مثلاً إحنا كلقاحات نقرر نسوي حملة للمدارس للأطفال أو لأي فئة عمرية، حقيقة هذا مو إحنا يعني إيه خلينا نسوي، لا هذا يكون القرار إقامة الحملة وفق الوضع الوبائي اللي يقرره مختصين وزارة الصحة اللي يخص وزارة الصحة العراقية وكذلك مختصين منظمات الصحة الدولية، من يشوفون الوضع الوبائي يستحق إنه إحنا نسوي حملة التلقيحية بفلان وباء احنا نسوي يعني تبادر وزارة الصحة. حاليا الطفل هو اللي يروح لازم يعني اهله ياخذوه هذه نقطة كلش مهمة نحب نوضحها. احنا حقيقة فيما يخص التحصيل جهود التحصيل المستمرة الفقرات اللي عندنا هي فقرة يسموها الجلسات الخارجية. احنا بالاضافة الى عندنا سلسلة اللقاحات الروتينية الموجودة في المركز الصحي اللي هو يجي الطفل بحدود 8 زيارات لحد السنة ونص هو تقريبا مخلص هذه اللقاحات وهذه يروح لها المركز الصحي. احنا كوزارة الصحة كتحصين متبنيين الجلسات الخارجية، الجلسات الخارجية عندك بالعراق تعرف اكو مناطق صعبة الوصول، اكو مناطق جدا بعيدة عن المركز الصحي. زي. اكو مناطق ما يقدروا خطورة بيها، فهذه كان العلاج لها هي بالجلسات الخارجية، الجلسات الخارجية تتناول فرقة تلقيحية، تاخذ معدات التلقيح بشكل تحافظ عليه يعني بشكل صحيح، وتلقح الأطفال اللي هم نعم. يكون من الصعب الوصول إليه. هو أساسا ليش الناس تخاف من اللقاح أساسا؟ نعم. يعني ما أعرف هو اكو ردة فعل نعم. يعني سابقة نعم. ممكن تسبق كورونا طبعا هو الموضوع مختلف نعم. بس
كورونا هي آخر تجربة أثرت. صارت كلش أثرت. شنو سبب التخوف؟ من ضمن التحديات اللي تواجهها وزارة الصحة هو الوعي باللقاحات. نعم. المشكلة الشائعات اللي صارت اللي تصعب موضوع اللقاحات هذه كلش تأثر على موضوع اللقاحات. لذلك يجي دور وزارة الصحة، دور الإعلام بتوضيح هذا الموضوع للمواطنين. الشائعات اللي صارت الحقيقة تذكرون الشائعات اللي صارت اللي صاحبة كورونا لحد الآن موجودة، وبس رغم هاي يعني هي مشت اللقاحات أثبتت إمكانياتها ورجعت الحياة لطبيعتها بفضل اللقاحات. غلبت على الشائعات نفس الشيء. فهي حقيقة يمكن إحنا السوشيال ميديا، يمكن وقلة الوعي، يمكن الناس اللي ما عندهم خبرة بالموضوع هم اللي يطون آراء. هي هاي المشكلة الحقيقية بموضوع فهم أهمية اللقاحات. اللقاحات اللي موجودة بالعراق هي ملقاحات من مناش عالمية. حقيقة اللقاحات ما تعتمد إلا يتم إنه هي تحصل اعتمادية من وزارة الصحة العالمية، يتم فحصها من قبل وزارة الصحة بكافة مؤسسات تجارب يلا تنطلق. فهي من مناش عالمية رصينة، وإحنا ضامنين كفاءتها تتوزع. فأنت من توصل مسج للمواطنين إنه اللقاحات هي أمينة وهي فعالة ومجانية، هذا احنا ننتظر ان شاء الله عليه فيدباك يكون احسن. هو في تحسن مستمر. هو الثقه موجوده يعني، لان بهالحاله تصير كارثه بشريه لا سمح الله اذا ممكن انه يصير شيء. اليوم الناس شنو الاجراءات اللي المفروض يتخذوها في حال اخذوا اللقاح وصارت هي تعتبر الاعراض الطبيعيه او الجانبيه للقاح، شنو لازم يسوون؟ الآثار الجانبية باللقاحات احنا كل شيء يهمنا انه يكون وعي جماهيري بالآثار الجانبية. الآثار الجانبية هي آثار جانبية بسيطة مقبولة قياسا بالأثر. مثل اي لقاح من شنو ناخذ صغار احنا لو يسخن له لقاح مو جديد. ايه. اللقاح من 1985 يعني مواليدي 1985 بلشت اللقاحات، فصار لها مو جديدة، هي الموضوع قديم جدا قديم. لكن يمكن السوشيال ميديا وتناولها للآثار الجانبية بشكل خاطئ هي. فاحنا اللي يهمنا انه توعي الناس للآثار الجانبية، السخونة، الألم شوي صار بإيدك طبيعي نتقبلها، ماكو مشكلة بها مقابل الحماية اللي نحصلها من اللقاحات. أي. يعني الحماية قاعد اسبوع كارثة، هاي كارثة كارثة فعلا. انت تحكي على صعيد الانفلونزا، تحكي لك على اللقاحات ممكن تسبب إعاقة، شلل الأطفال ممكن يسبب إعاقة، أمراض ثانية، أمراض انتقالية ثانية ممكن تسبب إعاقة. فأنت مقابل انه شوية ألم بسيط لو حرارة بسيطة متعوف او اهم فائدة اللقاحات، لا هذا مو صحيح. الأفضل انه احنا نوجه. هسه احنا شو نريد من حضرتك؟ تقولي لنا للعائلة شو تسوي، وين تتوجه حتى يتوجهون طريقة صحيحة. كلش تمام. حقيقة فيما يخص لقاح الانفلونزا اللي بلشنا به كلامنا، لقاح الانفلونزا قدرون المواطنين كافة يدخلون على موقع الوزارة يشوفون المناطق النقاط المعتمدة في اكو مراكز صحية في كل قطاع، هو دي ينطي لقاح. يعني اي مركز صحي؟ مراكز صحية معينة موجودة في القطاع يتوجه لها المواطن ياخذ لقاح الانفلونزا بشكل طبيعي. بشكل ماكو من بها اي اي استفسار ممكن يزورون موقع الوزارة يشوفون شنو ممكن شنو اللقاحات الموجودة وين هي متوفرة، وايضا اكو رقم 123 ممكن يخابروه يشوفون شنو اللقاحات اللي تاجيها، اي معلومه تخص اللقاحات، النقاط اللي تعطي لقاحات، كلها هذه متوفره ممكن يحصلوها بشكل كلش بسيط. بالاضافه الى ذلك التوعيه هي تخص المواطنين، تخص انه ابنائهم يلقحوهم بشكل مستمر، وتخص جميع فئات المجتمع من مدارس من اساتذه، كلها من توعى باهميه اللقاحات حيصير المجتمع بصوره عامه راح يوعي. يعني الوعي يصير اكثر، بالتالي العدوى ممكن تقل اكيد وفرصه الاصابه تكون اقل، حيصير حمايه مجتمعيه. انت من تحمي طفلك، من لقحت طفلك ما راح تحميه بس، راح تحمي افراد العائله ايضا، راح تحمي اصدقائه. فاللقاح هو حمايه مجتمعيه يوفر. ممتاز. نعم دكتوره، احنا سعيدين بكل هذه التفاصيل اللي تحدثت بيها وهذه الجهود اللي موجوده بوزاره الصحه، بس بشكل عام يعني كونك انت اقرب للمشهد هذا، شلون تشوفي نسبه الوعي اليوم؟ بدت الناس اخذت لقاحات، ايش قد بالميه من الناس اللي هم اخذوا اللقاحات؟ نعم حقيقة مستوى الوعي وزارة الصحة جهودها مستمرة، مع قسم تعزيز الصحة أيضا عندنا بالوزارة، هذا شغله يسوي توعية مستمرة للمواطنين، مو بس هاي، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق البوسترات، عن طريق المناطق الصحية. أكيد أكو ميزانية مخصصين والحمد لله للحملات. أكيد طبعا وطبعا دا نشوف إنه وعي المواطنين دا يزيد، وطبعا أكيد ويانا أنتم ويانا باقي القنوات من تحكي بموضوع اللقاحات، من توعي الناس، أكيد مستوى الوعي راح يزيد أكثر. واجبنا هذا طبعا. أكيد طبعا واجبنا تجاه المواطنين، تجاه المجتمع، إنه يفهم أهمية اللقاحات. نشكرك دكتورة، أهلا وسهلا، أتمنى لك حياة سعيدة بدون إنفلونزا وأي مرض. إن شاء الله. شكرا دكتورة سوسان، كل الشكر لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا أتمنى لكم الصحة والعافية. 123 هو الرقم الخاص اللي تقدرون تتواصلون به في حال عندكم أي استفسار يخص اللقاحات مع وزارة الصحة. باقيين ومكملين وياكم، فاصل ونرجع لكم.
تستعد وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني بعد شهر من اليوم، أي في تشرين الثاني المقبل، وقد أتمت الاستعدادات له، لكن اليوم نريد نعرف ونريد نشوف شنو هي آخر الإجراءات وتفاصيل أكثر حتى يعني نتعرف عليها عن التعداد السكاني راح يصير اليوم، تفاصيل وشرح لهواية أمور. خليكم ويانا. التعداد السكاني المرتقب وتفاصيله، في هذا الموضوع سيكون معنا متحدث وزارة التخطيط الأستاذ عبد الزهر الهنداوي، معنا الآن في داخل الأستوديو حتى نتحدث معه بكل التفاصيل اللي تخص التعداد السكاني. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الزهر. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير بلال، صباح الخير لكل المشاهدين والزملاء في الكادر. شكرا جزيلا على هذه الوقفة وعلى هذه الإضاءة، شكرا. أهلا بك، سعيدين بوجودك. سمعنا أخبار طيبة عن الإنفلونزا، بعد يعني ننسى الإنفلونزا خلاص. طبعا هي متعاقده ويا الانفلونزا بالسنه يمكن 6 مرات. اي أيوة والله مشكله لقاح هذه هذه يعني مشاعر خير ان شاء الله نستفيد منها. شكرا ان شاء الله، الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا لكم. نتحدث دائما احنا بابرز اللقاءات اللي تخص التعداد السكاني، وبكل لقاء تجدد التفاصيل. أي نعم، وحتى نتعرف اكثر عن اخر الاشياء اللي صارت من اخر لقاء الى هذا اللقاء، شنو اللي صار وشنو هي ابرز اللمسات الاخيره عن هذا المشروع؟ شكرا جزيلا مره اخرى. احنا الان خلي اشبه وضعنا الان ونحن نستعد للتعداد، يشبه الطائره في لحظه ما قبل الاقلاع. يعني تصير في اقصى سرعه حتى بعد ذلك تحلق في الجو. فاحنا الان وصلنا الى السرعه القصوى للعمل وفي ذروه الاستعدادات. باقي لنا تقريبا 28 يوم عن الموعد المرتقب لاجراء التعداد العام للسكان. اليوم تقريبا احنا في نهايات المرحله الرئيسه او المرحله ما قبل الاخيره اللي هي مرحله الترقيم والحصر. هذه المرحله اللي بدات يوم 1/9 ومقرر لها ان تنتهي يوم 30/10، يعني نهايه هذا الشهر، ولكن حقيقه ولله الحمد تمكنا من يعني من ان نسبق الزمن ونحقق نسب انجاز اكثر واعلى من الجدول الزمني المحدد لذلك. اليوم وصلت عندنا نسبة الإنجاز، يعني قبل أن نأتي إلى الاستوديو كانت نسبة الإنجاز يعني تصل حوالي 97%. في بعض المحافظات انتهت فعلا، يعني مثل محافظة ميسان ومحافظة واسط انتهى العمل فيها تماما. لدينا 3 محافظات أخرى فيها نسبة الإنجاز 99، اللي هي محافظة كركوك ومحافظة ديالى ومحافظة المثنى. دول شنو هاي 97%؟ هذه نسبة الإنجاز عملية الترقيم والحصر اللي كان تضمنت خلال هاي الفترة الماضية ترقيم الدور لكل دار، وضعنا رقم خاص، وأيضا حصر أعداد الأسر وأعداد أفراد الأسر وأسماء أرباب الأسر، يعني اسم رب الأسرة وعدد أفراد الأسرة وعدد الذكور والأناث، وأيضا السؤال عن إذا كان هناك أي نشاط اقتصادي يمارس في داخل البيت. هذه مرحلة صعبة ومعقدة جدا، على اعتبار يجب أن نصل إلى كل بيت من البيوت، وأيضا أن نصل إلى كل منشأة وكل مبنى ما يجونه وكل موجود. من 3% العدد؟ لا، بغداد بصراحة، بغداد إحنا لأن بحكم حجم بغداد، بغداد بها 9 ملايين وهي يعني أكبر كتلة سكانية في العاصمة بغداد، فأطمئنك أنه خلال الأيام المتبقية قبل نهاية هذا الشهر سيصلون إلى كل بيت وإلى كل مكان، ويكون الترقيم التعدادي بالإضافة. بس إحنا نشوف ترى بالمناطق نشوف شباب دي يتجولون. لا لا طبعا العمل أستاذ بلال، العمل هؤلاء الشباب حقيقة مفخرة وهو قصة نجاح كبيرة. يبدون عملهم من 6 صباحا حتى منتصف الليل. حتى احنا ليش سبقنا الزمن هاي الإشارة؟ هذه كنت أقصدها بصراحة. هو عادة الموظف يشتغل من 8 للساعة 3، هذا المعتاد يعني، ولكن نحن في وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء لغينا هذه المعايير، يعني تركناها خلف ظهورنا، لأنه أنت حتى تكمل مشروع ضخم مثل مشروع التعداد، الدول تحتاج 6 سنين تستعد حتى تنفذ تعداد. احنا يعني استعداداتنا الحقيقية الميدانية والعملية بدأنا بها من شهر الخامس هذه السنة، يعني صار لنا 5 أشهر أنجزنا حقيقة المنجز اللي يتحقق الآن، مفخرة للعراق، وأن قبل ذلك
لأنه تتحدث عن تعداد إلكتروني مو تعداد ورقي ومجرد تجيب أوراق وكذا إلى آخره. تعداد إلكتروني يحتاج بيئة وبنية تحتية متكاملة. نعم. يحتاج مركز بيانات، يحتاج إلى الأجهزة اللوحية، تفاصيل دقيقة يعني، غرفة مركز اتصالات، غرفة عمليات، هذه كلها أنجزت في بحر 5 أشهر. يعني أشبه الحالة يعني مثل مسافة عندك 200 كيلومتر، إذا تمشي 100 كيلومتر تقطعها بساعتين ممكن، ولكن احنا قطعناها بربع ساعة. هذا ال 200 كيلومتر اللي يفترض تقطعها بساعتين قطعناها بربع ساعة، يعني تخيل السرعة اللي مشينا بها خلال هذه الأشهر الخمسة الماضية، والنتيجة الحمد لله سرعة ما كانت جنونية، حتى ممكن تعرضنا إلى حوادث، كانت السرعة يعني منطقية محسوبة ومحسوبة، وقدرنا أن نحقق بها كل هذه النتائج طبعا. وأيضا ونحن نتحدث في ذروة الاستعدادات وما باقينا غير 28 يوم، قبل يعني تقريبا 7 أيام أو 8 أيام انطلقت عندنا عمليات تدريب ل 80,000 باحث اللي هو العداد. هذه الدورات التدريبية بدأت قبل أكثر من أسبوع وتنتهي بنهاية هذا الشهر. راح يكون عندنا 120,000 عداد جاهزين ومستعدين لإجراء التعداد في يومي 20 و21 من هذا الشهر، من الشهر المقبل شهر 11 2024. طبعا هو أكو قضية اللي بالخارج عايشين، أنت ذكرت بالحلقة السابقة أنه ما مشمولين حاليا بهذه المرحلة، هم غير مشمولين، بس ولكن مشمولين بقدر وجود أسرهم في العراق. إذا كان يعني شخص عايش بالخارج وأسرته موجودة بالعراق، هذا راح نأخذ بياناته من أسرته. أما إذا كان هو وأسرته موجودة بالخارج، فحقيقة عندنا المرحلة الثانية بعد ما ننتهي من هذا التعداد اللي هو فقط للموجودين داخل حدود البلد. يصير بعدين أكو مرحلة ثانية. بعدين هذه الأجهزة اللوحية التابلت اللي الآن جهزناها للتعداد، هذه راح نوزع قسم منها للسفارات والملحقيات العراقية في كل دول العالم، وهذه تكون مرتبطة يعني عندنا بغرفة العمليات، فراح يسوون نحاول نسوي تعداد للعراقيين بالخارج قدر الإمكان، يعني قدر ممتاز. قدر استجابة العراقيين الموجودين، تعرف هذه يعني تنحكم بمعيار الاستجابة، يعني أنا كعراقي عايش بالخارج إذا أريد أستجيب راح أجي أدلي ببياناتي، أما إذا ما يريد يستجيب هو قاطع. أكو ناس تتخوف مثلا هو أصلا يعني بطاقة السكن مالته ويا أهله فرضا أو بموقع بيت أهله، هو مأجر بمنطقة ثانية، بس هو ما مبلغ الحكومة بهذا الموضوع. هذا الموضوع ما يعنينا أستاذ بلال احنا يعني يقول لك هذا أنا يأثر علي باكر عقواري أجيب كتاب مثلا أبداً من مختار أبداً من أبداً. التعداد هو وثيقة تاريخية وليست وثيقة رسمية. يعني بمعنى احنا نريد نبين لهم بمعنى انه انا التعداد اخذ به لقطة للواقع، انا وين اكون ساكن في هذه اللحظة، لحظة التقاط الصورة، وين اكون موجود، اكون موجود على هذا المكان او على هذا المكان، الصورة راح تاخذ للصورة وين انا موجود، اللقطة راح تصور وين انا موجود. وايضا راح اعرف سبب وجودي في هذا المكان، يعني ليش انا تواجدت بهذا المكان، أقصد بالسكن. أكو سؤال يعني السكن الحالي والسكن السابق وأسباب السكن الحالي، ليش تحولت من السكن السابق للحالي، أنه أما أسباب زواج مثلا تزوج وتحول، أسباب عمل، أسباب دراسة، أسباب هجرة ربما صارت في ظروف معينة كان مجبر أو هجر ربما، هذا تحدث عن النازحين مثلا فهذه راح تبين لي أيضا أنه السكن السابق والسكن الحالي. نعم. ولكن تترتب عليها إجراءات لاحقة، لا توجد إجراءات لاحقة، خصوصا ونحن نتحدث عن سرية مطلقة للبيانات الفردية، لبيانات الأفراد، ما متاح ولا مسموح لأي جهة مهما كانت هذه الجهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية أن تطلع على البيانات الفردية الأشخاص. ممتاز. يعني أنا بياناتي راح تبقى خصوصية جزئية مهمة، خصوصية إلا بطلب من الشخص نفسه طبعا، إلا إذا الشخص طلب ذاك بحث آخر. نعم. من ضمن الإجراءات اللي راح تكون هي موضوع حظر التجوال. كثير من التساؤلات صارت بأذهان المواطنين بما يخص أولها السفر، في حال أنه شخص مثلا كان عنده موعد سفر أو غيرها، شنو تفاصيل النقل راح تكون موجودة اللي تخص المطار وغيرها، يا ريت تقربنا أكثر من هذه التفاصيل. هو بالتأكيد راح يكون يوم 20 ويوم 21 راح يكون حظر تجوال شامل في كل أنحاء العراق. نعم. الحظر راح يبدأ من منتصف ليلة 19 على 20، يعني منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء.
ليلة 20 وينتهي بنهاية يوم 21/11. طبعا بالتأكيد احنا نتحدث عن حظر التجوال، اكيد ما راح تكون هناك حركة يعني بين المحافظات في داخل يشمل الاقليم؟ يشمل الاقليم نعم، لانه التعداد يشمل كل العراق من دون استثناء. يخافوا جماعه يبدون يروحوا الاربيل؟ لا لا همنا اطمنهم هناك همنا همنا حظر تجوال حظر تجوال نفس الوضع نفس يعني الاجواء ونفس الاجراءات اكيد يعني. فبالنتيجه هو حظر التجوال، تبقى قضيه الطيران ويعني ايقاف الرحلات استقبال الرحلات، هذا حقيقه القرار يرتبط بجهات اخرى، احنا يعني قدر تعلق الامر بنا، احنا رغبتنا ان يكون هناك استقرار كامل، ان يكون هناك هدوء كامل خلي اسميه، حتى التقط الصوره لازم اكو صح الكل مستعد لازم يعني، حتى من اريد اصور بلال في هذه اللحظه لازم يكون بلال يعني مستقر مو يتحرك وهيك شيء، بس يتحرك الصوره ما راح تطلع واضحه، راح تكون سلو مثل ما يسموها المصورين. فأريد استقرار كامل، أريد كل الأسر موجودة في بيوتها هاليومين ذني حتى أخذ بيانات صحيحة وحقيقية. فتبقى قضية الطيران هذه حقيقة نعم. يعني الجهات هي إجراء من ضمن الإجراءات هو من ضمن الإجراءات أكيد نعم. ولكن إحنا يعني رسالتنا ودعوتنا لكل أهل العراقيين هو هذا، أنه يبقون في بيوتهم هذين اليومين حتى نرسم صورة صحيحة نعم. للواقع. ببداية حديثنا تحدثنا عن الخطط القادمة بما سيقدمها التعداد السكاني اللي يخص موضوع السكن اللي راح يصير للمناطق العشوائية وللمجمعات السكنية ومدى حاجة المواطنين للمجمعات ومدى حتى الفائض في حال كان موجود. هاي الجزئية مهمة جدا، يا ريت إذا عندك تفاصيل أو معلومات عنها، إحنا أخذنا الخبر بس إذا ممكن أنه توضح لنا إياه. طبعا هذه فعلا في غاية الأهمية، إحنا اليوم دائما نتحدث في الإعلام وفي المنتديات وفي كل المنابر نتحدث عن وجود أزمة سكن حادة تضرب العراق وأيضا رافق هذه الأزمة أو نتج عن هذه الأزمة انتشار هذه العشوائيات اليوم الموجودة في كل محافظات، صارت كأنها سمة أو علامة فارقة لكل محافظة موجودة. يعني في بغداد العاصمة هناك أكثر من 1000 تجمع عشوائي، وكذا الحال بالنسبة للبصرة وباقي المحافظات. في المقابل أيضا ما توجد لدينا صورة يعني دقيقة عن الحاجة إلى كم نحتاج من وحدات السكن، يعني تقديرات تقول أنه نحتاج تقديرات يقولوا أنه نحتاج 2,500,000 وحدة سكنية، ولكن في المقابل أيضا وهذا ما يعني ما ظهر لنا من عمليات الترقيم والحصر أنه إحنا في قبل 6 أشهر قبل بدء مرحلة الترقيم والحصر هذه يعني للمقاربة، قبل 6 أشهر التقطنا صور الفضائية لكل أنحاء العراق على مستوى كل محافظة من المحافظات. خلال 6 أشهر من رحنا بدينا بالعمل الميداني وبدينا الرقم الدور وفقا للصور اللي موجودة عندنا، لقينا أكو زيادة مباني وحدات سكنية في كل محافظة 10% 6% 8% زيادة في المباني، زيادة مباني خلال 6 أشهر يعني من أخذنا الصور الفضائية. زمنية قصيرة في خلال 6 أشهر أكو زيادة ربما بعضها بصراحة أكو أكثر من 10% نسبة زيادة في المباني، معنى ذلك أنه أكو حركة بناء قوية ديشتها العراق. يعني 6 أشهر فممكن سنة تكون ضعف هذه النسبة وسنتين ضعفين هذه النسبة وهكذا. فالتعداد حقيقه راح يعني هذه هسه اول يعني اول معلومه اول لقطه اخذناها انه خلال 6 أشهر صار عندنا هذا التغيير او هذه الاضافات. فبالنتيجه التعداد راح يعطيني صوره حقيقيه عن ايش قد عندنا وحدات سكنيه موجوده فعلا في ارض الواقع عن كل المفاصل، ايش قد راح يطلع لي ايش قد عندنا ناس قاعدين بالايجار، راح يطلع لي ايش قد عوائل مكتظة يعني موجودة، هي هم مو إيجار، هم قاعدين بيت ملك مثلا، بس هم 5 أسر قاعدة ببيت واحد، بيت صح. الأب وأبناء الكبرى والزوجة صاروا 5 عوائل، هذا اكتظاظ احنا نسميه. فراح يطلع لي هذه الصورة أيضا ايش قد عندي ناس اكتظاظ وايش قد عندي ناس ساكنة بالعشوائيات، ايش قد عندي العشوائيات. هذه الصورة بمجملها راح أنطيها للمخطط لصاحب القرار، اقول له هذه الصوره السكن طلعتها بالشكل، عندي عراقيين هل قد ساكنين بالايجار، عندي عراقيين هل قد ساكنين بالعشوائيات، عندي عراقيين هل قد عايشين في اسر مختنقه مزدحمه يعني. فالقرار اللي يخطط راح يحط خطه ويحط معالجه. هذا طبعا ينسحب على بقيه القطاعات ليس فقط السكن، المدارس المستشفيات، نحكي عن التعليم ونحكي عن الصحه. طبعا هناك نقطه مهمه نعم. يعني بصراحه يعني الحكومه اللي تقبل تسوي تعداد بزمنها
هاي حكومة جريئة يعني بصراحة، مجازفة حقيقية أيضا، لأنه راح تنطي معلومات مهمة للإعلام على الأقل، وراح تصير تبدي المقارنات وتبدي نعرف إيش قد صار إنجاز، إيش قد صار إخفاق، إيش قد صار أكو خلل بمناطق معينة، وأكيد راح تكون أكو شفافية بعرض المعلومات يعني العامة، صح؟ هذا صحيح، يعني هذه إشارتك رائعة جدا. يعني نقول دائما أنه كان واحد من أشجع وأجرى القرارات اللي اتخذتها الحكومة طبعاً. أن تنفذ تعداد سكاني. تصور بلال أنه الأمم المتحدة تقول التعداد السكاني هو أصعب وأضخم عمل تقوم به الحكومات في زمن السلم، يعني أي حكومة بالعالم، صح؟ وبالمناسبة أكو دول أوروبية ونعرف حجم الدول الأوروبية وضحها، أخفقت في إجراء تعداد، ما قدروا ينفذون تعداد سكاني لهذه لصعوبته ولضخامته. ودول أخرى حقيقة دول بالمنطقة يعني نفذوا تعداد ولكن أيضا صارت عندهم مشكلات. فأن يتخذ قرار بأن يجرى تعداد سكاني في العراق في ظل هذا التنوع، هذا التغييرات، في ظل غياب تعداد سكاني، لأنه أساسا لو مسوين تعداد مثلا قبل 10 سنوات كان العملية أسهل، صح؟ لأن عندك قاعدة بيانات. اليوم نتحدث عن غياب تعداد لمدة 30 سنة، أكثر من 30 سنة. فبالنتيجة إحنا آخر تعداد يا سنة 97 بس ما كان شامل إقليم كردستان، لذلك ما يعتد به، يعني ما يعترف به دوليا. نرجع لل 87 آخر. فأن يكون قرار بإجراء تعداد سكاني وأن يكون إلكتروني، هذا بعد الأكثر جرأة. يعني أنا أشبهها مثل قرار الحرب، يعني أنه أنت من تتخذ قرار بالحرب لازم تعرف قدراتك وإمكاناتك حتى تدخل في خوض هذه الحرب. نعم. بنفس الوقت وارتباطا بما تحدث به بلال، بالتالي راح تصير مسؤولية كبيرة بالتالي المواطنين والجهات المعنية أو الناس اللي هي تأمل التغيير وتأمل الالتفات، راح يصير يعني صوتهم أعلى أنه أنتوا سويتوا تعداد سكاني، بالمقابل إحنا نريد نتائج أو أشياء ملموسة على أرض الواقع المفروض يعني تتحقق، إجراءات على أقل تقدير. هذه أيضا أنا أعتبرها مخاطرة من نوع آخر أو في المرحلة القادمة بعد هذه المرحلة. هذا طرح في غاية الأهمية وطرح جميل بصراحة، يعني أن يطرح بهكذا تصور، هذا يعني فهم عميق للموضوع وللقصة. أكيد هو إحنا الهدف من التعداد أساسا، إحنا قلنا الاعتداد للتنمية. نعم. فهذا الهدف قد ما راح ندخل في تفاصيل الواقعنا بكل مفاصله، راح اشخص وين الفجوات، يعني بالضبط انا اشبه التعداد مكان ما اجي ابني 5 مدارس هنا جزئية تحتاج مدرسه، وجزء مكان اخر انا اشبهها دائما مثل يعني من اروح للطبيب، ابعد الله عنكم المرض، من اروح للطبيب عندي الم في مكان ما، يقول لي روح سوي لي سونار او اشعه سونار، بالسونار راح يقدر يشخص وين المشكله اللي عندك فحتى يعالجها. فالتعداد هو سونار للواقع، راح يطلع لنا وين اكو عندنا مشكلات، وين اكو امراض يعني بين مزدوجين، حتى اروح مباشره، لان تشخيص نصف العلاج كما يقال. فمن اشخص راح اقدر اعالج. فبالتاكيد يعني من تظهر عندي هذه المشكلات، وحتى وبالمقابل ايضا انا مو كمواطن اقصد، يعني دائما اشكو اتذمر والخدمات سيئه، بس انا ما عندي صوره عن سوء هذه الخدمات، مستوى السوء اللي بيها او مستوى التاخر او التخلف بيها. فلازم انا انطي بياناتي بشكل دقيق وصحيح، حتى من عالج فعلا على اساس تشخيص حقيقي دقيق، مو تشخيص مثل ما تقول ما يقولون اتهمس، يعني اروح مثل ما قال بلال جوز ابني مدرسه هنا بس طلع انا ما محتاج هاي المدرسه، ربما احتاجها في المكان الاخر. فهذه اهميه التعداد، انه من اوقف على الواقع بكل تفاصيله. زي. عند ذاك من حق المواطن ان يطالبني ويقول لي يابا خلص انت مو كان ما عندك صوره، ما تعرف انا وضع شنو، هذا وضعي الان عرفته، فوريني همتك. يعني اكو شغله استغربت عليها، المحافظات لحد الان ما صار اكو فد تحفيز يعني من قبل الجهات المسؤوله بالمحافظات، وانت تعرف يعني التعداد يفيد المحافظه، يعني سواء كان مو بس بغداد، انا دا احكي بقيه المحافظات. نعم. ليش؟ حتى باكر عقبه من يصير مثل المشروع فرضا البترودولار، من صار اعتمد على عدد السكان واعتمد على هيجي تفاصيل، فالمفروض يصير حث على مود التوزيع الموازنه، توزيع هذه التفاصيل،
يعني المفروض هو حث يصير من الجهات المسؤولة بالمحافظة، يا تعالوا ترى روحوا سووا التعداد وحضروا بالتعداد، تحفيز لهذا الموضوع لأن هذا راح يفيدكم بعدين، صح؟ هذا كلام سليم. احنا بصراحة بلال خلال الفترة الماضية قمنا بمجموعة من الفعاليات المهمة جدا، أولها كان تشكيل لجنة عليا في كل محافظة برئاسة المحافظ، اللجنة العليا للتعداد في المحافظة على مستوى المحافظة يترأسها المحافظ وضم في أضويتهم ممثلي الفعاليات المهمة في المحافظة. أيضا كانت هناك رسالة مهمة من سيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط إلى كل محافظ من السادة المحافظين، حملها السادة وكلاء الوزارة و القيادين في الوزارة وسلمت إلى كل محافظ مع حقيبة بكل التفاصيل وما هو المطلوب من كل محافظة في هذه في هذا المشروع العراقي الكبير. أيضا هناك شكلنا لجان إعلامية في كل محافظة يرأسها زملائنا مدراء المكاتب الإعلامية في المحافظات، وحقيقة الآن يؤدون بشكل جيد، يعني أنا أحييهم من 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 عبر يعني مو كلش ما شفنا شيء واضح، يعني أحييهم يعني يقدمون ما يمكن تقديمه، ما يعني ما بخلوا بجهد أو صراحة بفعلي. يعني لا تزعل مني استاذ، احنا ربما بواقعية. ربما تقصير او خلل من عندنا ربما، لا مو انتم بالعكس، انتم الناس اللي تشتغلون هو دورهم، هذا واجبهم، هذا واجب مثل ما بوقت الانتخابات يخلون الشوارع مليانه بصور ومليانه اشكال يصرف فلوس واعلانات، هذا هم ترى مو ما يقل اهميه. لا اكو فرق، يعني هذا الانتخابات هم المرشحين، هذا الصور يعني كل مرشح يعرف فلوس يقدر، هم شلون صاروا غير بالانتخابات؟ هم ذول المسؤولين يقدروا، هذا صاروا تمويل خزينه الدوله. القصد هذا انت محافظتك، انت وصلت لهاي المرحله صرت انت مسؤول بالمحافظه، فانت مسؤوليتك اليوم تحافظ على المحافظه وتدافع عنها. شلون تدافع عنها؟ تسوي تعداد وتقول ياباني هل قد عندي فقر، هل قد عندي مدارس، هل قد عند، صح؟ طبعا تكشف الصوره الحقيقيه. فعلا انا يعني اتفق، يعني واحده من للمحافظه والك واحده من المخرجات المهمه للتعداد بصراحه. إيه؟ راح ينصف المحافظات في طبعًا ما يتعلق بالموازنه، طبعا فيما يتعلق بالامور الاخرى. احنا اليوم كل محافظاتنا يمكن ما استثني ولا واحده محافظه من المحافظات، كلهم يعني يشكلون على الحكومه على وزاره، يقول لهم يابا انتم ما تنطونا حقوقنا لان عدد سكاننا اللي مقدرين انتم اقل من الواقع. صح. الحقيقي، فالتعداد راح يكشف لي هذه الحقيقه، راح يعطيني، فالمفروض يصير اكو حركه من المسؤولين بالمحافظه. فالمفروض وحقيقه يعني هي لقاءات اكو، اجتماعات اكو، نشاطات اكو، ولكن ربما هذا ما في هذا ما بالامكان يعني دعوه شويه حتى. فأنا اشكرك على اثارك هذه القضيه، اكيد هو تعاون من مختلف الجهات معكم ومع الاعلام، ويعني من اكبر مؤسسه او جهه حكوميه تشرف او تنفذ هذا المشروع الى اصغر مواطن موجود داخل المنزل. استاذ عبد الزهرة سعيدين جدا بوجودك ويانا، شكرا لكل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا كل الشكر. مشاهدينا من بعد هذا الحديث احنا باقين ومكملين وياكم، فاصل ونرجع لكم. مشاهدينا احنا المفروض عندنا فقرات كثيرة، بس آية قالت لازم نروح الى تواصل. نشرت المغنية اللبنانية نانسي عجرم صورة تحت أنغام. أنتوا المفروض تخلون الآية أول خبر أنغام، أخبار أنغام يعني المفروض يعني عجل. بس نانسي لا بأس يلا. نشرت نانسي عجرم صورة تحتضن فيها زوجها وبناتها بينما ينظرون إلى الأفق، ويبدو أن الصورة التقطت في لبنان بحسب مواقع التقاطها الذي حددتها الفنانة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام. وكتبت نانسي تعليقا على الصورة باللغة الإنجليزية: بين أحضان العائلة نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة، لبنان حبنا لك لا يتزعزع. طبعا تأتي هذه الصورة بعد موجة من الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول انفصال نانسي عن زوجها والتي تجاهلتها الفنانة اللبنانية، وربما تأتي هذه الصورة ردا عليها وتتفاعل نانسي عجرم مع ما يجري في وطنها لبنان من خلال ما تنشره باستمرار عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من المسجد الحرام، يظهر حمامة تلتقط نظارة كانت موضوعة على الأرض بجانب أحد المصلين في مشهد عفوي ومفاجئ أثار ضحكات المتواجدين في المكان. طبعا موضوع هذا جميل جدا، الأفضل نشوفه أكثر ما نحكي به. ما كل لقطة اللي يعني أخذتها النظارة، أي ما أخذتها بس يد تحاول تأخذها. أي قطعة مشجع صيني رحلة قاسية من أجل تحقيق حلمه بمقابلة نجمها المفضل البرتغالي كريستيانو قائد النصر. وقطع المشجع العاشق لراندو مسافة تبلغ 13000 كيلومتر بالدراجة خلال رحلة استغرقت 6 أشهر و20 يوما من أجل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض لمقابلة رونالدو. طبعا تداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي خبر هذه الرحلة القاسية للمشجع الصيني على أمل أن تصبح قصته ترند وتصل إلى كريستيانو، وراهن الكثير على نجاح هذا اللقاء. وبالفعل فقد تم اللقاء بين العاشق المجنون وكريستيانو، والتقطوا العديد من الصور، وحصل الصيني على التوقيع الذي انتظره طويلا. يعني صراحة محظوظ جدا شنو؟ انه قدر ياخذ صورة وانه هو قاطع مسافة طويلة جدا، يعني ما ادري ايش بذل الجهد، يعني ايش كان صاير بي لو ما شايفه وما ماخذ صورة وياه بعد كل هاي المسافة. دا أتخيل ما أعرف ليش تعرض مجموعة من الزائرين لأحد متاحف حوض الأسماك في الصين إلى الخداع بعد أن دفعوا مبلغ قدره 21 دولارا مقابل تذكرة لمشاهدة أكبر سمكة قرش عملاقة في العالم بحسب وصف إدارة المتحف، إلا أنهم اكتشفوا فيما بعد أنها مجرد هيكل ميكانيكي. سرعان ما انتشرت الصورة والفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف مطالبات الزوار باسترداد أموالهم، إلا أن إدارة الحوض حاولت تبرير موقفها موضحة بأن القوانين الصينية تحظر صيد أسماك القرش الحوتية لأنها مهددة بالانقراض. خلينا نشوف. نعم مشاهدينا، ونبقى في المتداول، حيث أثار مقطع فيديو لفتاة صغيرة تحمل ثعبانا أسود ضخما على كتفيها غضب رواد الإنترنت بعدما ظهرت الفتاة وهي تحاول إخفاء رعبها بينما التف الثعبان الأسود الضخم حول رقبتها. طبعا نشوف الفيديو حتى نشوف الثعبان اللي تقريبا 400 جاب 400 ألف متابع على انستغرام. مشاهدينا، من هذه الأخبار عبر المنصات إلى خبر آخر ومحور آخر، وتحديدا في الرياضة وأبرز البطولات اللي حققوها لاعبينا، حيث أحرز لاعب منتخبنا الوطني للتجديف محمد رياض الوسام الذهبي في فعاليات الفردي الخفيف ضمن منافسات بطولة آسيا للعبة المتواصلة فعالياتها في مدينة سمرقند بأوزباكستان بمشاركة 13 منتخبا قاريا. أيضا طبعا تواجد في المنافسة نخبة من أفضل وأبرز منتخبات القارة الصفراء التي تمتلك تاريخا مميزا برياضة التجديف،
لكن البطل محمد رياض وبخبرته الكبيرة تمكن من حصد الوسام الذهبي عن جدارة متفوقا على اللاعب الإيراني وأيضا الأوزبكي والفوز بالمعدن النفيس، وهو معنا اليوم للاحتفاء به ومباركة الفوز وسوالف عن التجديد. أهلا وسهلا بك محمد. أهلا محمد، مبارك جدا. أهلا بك. ما فرحان شنك؟ لا بالعكس، هذا الفرحة أكيد في داخلي وأكيد أسرتي فرحات وأكيد كل المحبين والأصدقاء، أكيد هذا إنجاز يعتبر للبلد طبعا، وأكيد أنا أسعدني وفرحني رفع العلم العراقي في البطولة الآسيوية. أريد أعرف من عندك كابتن، شنو المميزات اللي إحنا نمتلكها اليوم؟ يعني كابتن محمد شلون قدر يتغلب على بلدان مهمة بهذا المجال؟ أول شغلة لازم كل رياضي عنده طموح مثابرة. أنا الحمد لله أشكر مثابرة وطموح، الحمد لله أشكر قدرت أرسم خطة للنجاح والحصول على المدالة الذهبية. أكيد عمل متكامل ما بين الاتحاد والكادر التدريبي واللاعبين المتواجدين، والحمد لله أشكر حصلت على وسام ذهبي وفضي في بطولة آسيا. ما شاء الله. نعم، البدايات دائما تترك أثر مهم بداخلنا. قبل قليل تحدثنا أنه بداياتك صار لها كذا سنة، أنا بدي أعرف شلون صارت البداية، يعني يمكن للناس اللي هي ما تعرف، بس الإصرار اللي بالبداية شلون صار وشلون بدأ أساسا؟ كنا طالب في مدرسة الكرخ اللي هي مركز تدريبي يكون خلف المدرسة. أستاذ عبد السلام هو رئيس الاتحاد العراقي التجديف، أوجه له تحياتي لما عن طريق برنامجكم، هو دعاني لها الرياضة. الحمد لله أشكر بديت مرحلة الناشئين شباب، بديت أبرز الحمد لله أشكر، بديت أحقق أوسمة ونتائج متقدمة في بطولات عربية ودولية وآسيوية. زين، خلينا ندخل بالرياضة نفسها التجديف. أريد نعرف شنو تمارينكم، شنو المواصفات اللي لازم يمتلكها اللاعب حتى يقدر يوصل مرحلة بيها؟ رياضة التجديف من الرياضات الصعبة جدا، تحتاج إلى مواصفات بدنية خاصة، لازم ما يكون طويل القامة، عنده توافق عضلي عصبي، كذلك أنه لازم يكون طموح ومثابر، لأن لعبة جدا صعبة. غير الطموح، احنا نريد نعرف الجسد شنو لازم، وين مصادر القوة تصير عندنا؟ مصادر القوة أكيد قلت لك أنه هي الرياضة تعتمد على مطاولة القوة، يعني يحتاج إلى جهد بدني عالي كبير، لأن مسافة السباق هي كيلوين، اعتمادي هو تقريبا تجديف رجل ثم القدم وظهر وبطن وأكتاف ضروري هاي. نعم، أنا بس أريد أعرف من عندك المواجهة الأخيرة، شنو كانت الأجواء؟ كانت مواجهة صعبة؟ كانت قريب من الفوز؟ كانت بعيد؟ أنا أريد أعرف الأجواء بشكل عام. بصراحة هي منافسة صعبة، تعتبر قمة آسيا، هذول أغلب المنتخبات المشتركين بها هي من قمة آسيا. الدول المتقدمة بالتجديف في آسيا هي أوزبكستان. أقوياء يعني. بالضبط، واصلين مراحل مستوى عالية، بس أكيد احنا هم ايضا متقدمين على هاي الدول في بعض السباقات. مرات تصير منافسه صعبه، صح تعرضت الى اصابه بالكتف، اصابه خفيفه، بس الحمد لله اشكر ما كانت عائق حتى انه ما تخليني اوصل هدفي، لا كنت اني مصر على انه احقق الوسام الذهبي للعراق. احنا ما عندنا لقطات للمسابقه، مو صح؟ ما موجوده. هذه اللقطات شنو هسه؟ هذه اللقطات اثناء التكريم، اثناء التتويج في لا اريد لقطات هو يجدف وهيك شيء، يا ريت اذا تتوفر حتى يشوفون الناس طريقه اللعب وطريقه. ايش قد تتمرن؟ التدريب يكون ما بين 4 ساعات الى 3 ساعات ونص يومين، ساعتين الصبح وساعتين العصر. وين تتمرن؟ بنهر دجله. بالنهر؟ نهر دجله. ماكو تمرين اخر مثلا جيم وشي؟ أكو جيم هو داخل النادي كله، كان هو النادي متكامل بين التجديف وبين التجديف الداخلي، وعندنا القوام الحديد تمرين متكامل. التمرين داخل يعني نهر دجلة صعب جدا أعتقد، يمكن هو بالنسبة لي بس بالنسبة لك ما يكون صعب طبعا، بس ما تعتبرها شوية مخاطرة؟ لهو يختلف التمرين أساسا إذا كان بنهر أو بمسبح، شنو أكو فروقات؟ هو الفروقات ما بين التدريب بالنهر والتدريب بالبحيرات الخاصة. البحيرات الخاصة تكون ثابتة، السباقات تكون بها مضمار خاص للتدريب أو للسباق، بالنهر يكون مفتوح والماء يكون جاري. نعاني بعض الأحيان أنه تعرفين أنه بعض الناس المارة مثلا
يشمر الغراض بالشط يعني مثل الأوساخ وهاي القضايا. هاي طبعا الظاهرة غير حضارية، فأغلب هاي الأمور تأثر علينا لأن تعرفين منسوب المياه شوية مو مرات الماء من ينخفض عندنا القوارب، تعرفين القوارب جدا ثمينة، هي مصنوعة من الكربون كربون اللي غالي الثمن جدا، الزورق سعره تقريبا 9000 دولار، فمرات يتضررن عندنا بسبب هاي الأوساخ اللي بعض تواجه صعوبة بموضوع نظافة المياه أو الضفاف بشكل عام أثناء السباحة صح؟ اي نعم هاي المشكلة تواجهنا وايد، ومثل ما ذكرت لك قبل شوية انه هي سبب ضرر بالزرق. زين هسه نريد نعرف شنو الجاي؟ الجاي احنا حاليا تعرف احنا عندنا منتخب؟ عندنا منتخب. شقد كم لاعب؟ احكي لنا شنو الجاي؟ شنو التحضيرات؟ شنو عندنا منتخب ناشئين، وعندنا منتخب شباب، وعندنا منتخب متقدمين. زين عندنا كلفيات اتحاد لو شنو؟ اتحاد التجديف مقابل القشلة على جانب تابعين للأولمبية؟ للجنة الأولمبية نعم. شنو عندكم لاعبين جقد؟ واعتقد شوي متوفر لكم شيء زين بالتمرين. عندنا تقريبا 7 لاعبين في فئه الناشئين و6 بالشباب، تقريبا 8 بالمتقدمين. انت منهم؟ انا طبعا انا ضمن الفئه المتقدمين. حلو، منو مدربكم؟ مدرب، عندنا اكثر من مدربين فئات عمريه، عندنا مثلا المدرب خالد حقي على المتقدمين، عندنا عمار طوبان واحمد حسين على الفئات العمريه للناشئين. ما نحتاج مدربين نجيب يعني اجانب؟ كان قبل سنتين مدرب تونسي بغداد اقام سنتين، وحاليا قبل فتره كنا متعاقدين مع مدرب فرنسي. المدرب الفرنسي دائما مرات يسوون معسكرات تدريبيه في مدينه مرسيليا الفرنسيه، وبعض الاحيان تكون معسكرات تدريبيه في مدينه اشبيليه اسبانيا. حلو. المعسكرات التدريبية بالعادة أجواءها تختلف. نعم. عن ما موجود يعني هو بالتالي اختلاف بيئات يكون، فأنت وين بالعادة مزاجك يكون أفضل بالتمرين وغيرها؟ المعسكرات اللي تكون لو ممكن أنت تحب تتمرن هنا؟ لا معسكرات. شنو معسكرات؟ أنا صراحة فرنسا وإسبانيا صراحة من طول المدة أحب أرجع وأشتاق أتدرب هنا. بس تعرفين انه الاحتكاك والتدريب ويا المنتخبات الكبيره مثل منتخب الاسباني، منتخب طبعا الجو يختلف، المنتخب الفرنسي، الاحتكاك، الخبره، هاي كلها ضروريه بالنسبه لنا. تعرفين احنا لعبه تحتاج يعني امور يعني مو 100% متوفره بالبلد. تعرفين انه هناك اكو بحيرات خاصه مع التجديف، احنا هنا ما عندنا بحيرات خاصه بالتجديف. الزوارق اللي عندنا اللي مثل ما نقول الزوارق الدرجه الثانيه مو الدرجه الاولى. ولين ما نقدر نجيب هاي الزوارق الغاليه الثمن، تعرف لين؟ بسبب النهار وسبب مشاكل يعني هاي الامور. زين فالاحتكاك في المنتخبات الاوروبيه. زين والتجهيزات؟ تجهيزات عندنا تجهيزات بالعراق خاصه بكم؟ التجهيزات عندنا زوارق خاصه بنا بين فتره وفتره. والازياء والشولات هذه ما اعرف انا انتم شنو؟ اكيد هو يكون ستريتش خاص بمرحله المنافسات. والزوارق اكيد الاتحاد بين فتره وفتره يستورد الزوارق من الصين. هاي تعتبر افضل ما موجوده باسيا، يعني احنا نمتلكها موجودات عندنا بالعراق. تمشي الامور يعني؟ لا نعم من الله. حلو، انا بدي اعرف الخطط القادمه لك، اذا كانت اكو بطولات قادمه ممكن انه انت تحب انه تشارك بيها، او حاليا دي يصير تاهيل لبطولات قادمه. اكيد السنه تعرفين الموسم خلص، تعتبر السنه دخلنا مرحله انتقاليه، وراء راح يكون مرحله الاعداد العام، بعدها حيكون اجتماع بين الكادر التدريبي والاتحاد، راح يرسمون الخطه السنويه القادمه ان شاء الله، حتكون اكيد في بطولات اسيويه وعالميه ودوليه ان شاء الله. هنحضرها ان شاء الله. محمد بصراحه فرحتنا بالانجاز هذا، واحنا دائما يعني نفرح من نشوف شبابنا يحققون انجازات باي مجال، من سواء كان رياضي، ثقافي، العلمي، كل المجالات. الكلمة الأخيرة لك حتى احنا يعني يكون ختامها مسك بهذه الحلقة. انا اشكرك استاذ بلال، اشكر ستاي على استضافتكم، شكرا لقناة يو تي في، اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وشكرا انه انتم لكم دور شاركتونا بهاي الفرحة. هذا واجبنا طبعا، اللي هي طبعا فرحة لكل العراقيين، كل المحبين الرياضة. واجبنا هذا. كل التوفيق في البطولات القادمة ان شاء الله والفوز. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. عم مشاهدينا، من بعد هذا الحديث وصلنا معكم إلى ختام صباحكم ما لهذا اليوم، إن شاء الله نشوفكم يوم غد في نفس الموعد. إذن مشاهدينا نقول لكم مع السلامة.